أرحب بالدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد. هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك طبعا. نعم، كنت سألتك يعني عن دلالة عودة البدلات وراتب الشهرين للمرابطين على الحدود في وقت يعني بدأت فيه المملكة للتو إصلاحات اقتصادية حازمة 2030. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعني أولا أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه النبتة الكريمة الإيجابية جدا المتمثلة بإعادة بدلات موظفي القطاع العام وأيضا راتب الشهرين، والتي تعكس ولا شك اهتمام القيادة حفظها الله في الرفاه الاقتصادي للمواطن السعودي. طبعا لا شك أن الرفاه الاقتصادي هو أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، ونعتقد أن هذه بإذن الله خطوة إيجابية جدا للاقتصاد الكلي وتدل على بعد نظر القيادة. إذا سمحت لي، إذا الوقت يسمح، فقط ألقي الضوء على بعض التطورات الاقتصادية أولا لتكتمل الصورة. طبعا التطورات الاقتصادية مؤخرا هو استمرار اقتصاد المملكة في تحقيق معدلات نمو معتدلة. العام الماضي 2016 حقق نمو 1.4%، ومتوسط نمو الخمس سنوات الأخيرة كان 3.5%. نعم. بالنسبة للقطاع الخاص وهو المؤمل أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، نما خلال الخمس سنوات الماضية بمعدل تجاوز 4.3%، ونعتقد أن أي سياسة توسعية محفزة للقطاع الخاص لا شك ستساهم في تحريك النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة القادمة بإذن الله. بالنسبة لوضع الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد، يعتبر الوضع ولله الحمد جيد جدا، حيث تشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يمثل خط دفاع جيد لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية لا سمح الله. هناك طبعا تطورات إيجابية ولله الحمد في القطاع، في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بسبب تحسن ميزان السلع والخدمات. طبعا من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام، أو ربما بإذن الله تسجيل فائض. طبعا هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات أولا ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانيا. بالنسبة لمؤشرات السلامة للقطاع البنكي، طبعا كالعادة تظهر بشكل واضح متانة وقوة القطاع البنكي في المملكة، والذي صنف خامس أقوى قطاع بنكي في العالم حسب تصنيف وكالة فيتش. جميع المؤشرات الحمد لله بالنسبة للقطاع البنكي إيجابية. نعم. بلغت كفاية رأس المال 19.5%، نسبة منخفضة للقروض المتعثرة بلغت 1.4%، وهذه منخفضة جدا مقارنة بالنسبة العالمية. وهناك نسبة عالية لتغطية القروض تتجاوز 178%، بالإضافة إلى ربحية عالية. طبعا ويتميز القطاع البنكي ولله الحمد في حسن إدارة المخاطر. المؤسسة تتابع طبعا بشكل مستمر جميع المؤشرات للتأكد من استمرار القطاع البنكي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية. أحد آخر التطورات الإيجابية في محفظة القروض هو ارتفاع القروض العقارية من البنوك وشركات التمويل بنسبة 11%. فيما يتعلق بموضوع بدلات للموظف القطاع العام، طبعا نعلم أن عدد موظف القطاع العام المدني حوالي 1.5 مليون. هذا يعني أن عودة البدلات تمثل المزيد من الدخل المتاح لشريحة واسعة من المواطنين. طبعا هذه الشريحة تمثل داعم قوي لجانب الاستهلاك المحلي الخاص، الذي يمثل حسب الأرقام أكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي. طبعا بالأرقام، الاستهلاك الخاص في المملكة خلال العام الماضي 2016 تجاوز تريليون ريال، وهو المحرك الثاني للاقتصاد إلى جانب الإنفاق الحكومي. طبعا إذا أضفنا إلى ذلك أن زيادة الدخل المتاح في أيدي المواطنين، عدا أنه سيدعم جانب الطلب الاستهلاكي، لا شك أنه سيكون رافدا مهما لعدد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاعات العقاري والمالي والسياحي. نعم. من جانب آخر، فإن أحد أهم العناصر الرئيسية لتعزيز الحراك الاقتصادي عادة هو الجو العام للثقة، ولا شك أن إعادة البدلات سيكون بإذن الله رافد قوي للمستوى العام للثقة لدى القطاع العائلي الذي يمثل جانب الطلب، ولدى قطاع الأعمال الذي يمثل جانب العرض. نعم. أختم كلامي بأن أشير إلى أن هذه الخطوة تدل على ديناميكية اتخاذ القرار في المملكة وسرعة الاستجابة للمتغيرات والتطورات الاقتصادية، وهي ميزة نحمد الله عليها. نعم، إذن حول هذه النقطة ديناميكية اتخاذ القرار، يعني الآن
ما المطلوب برأيك من المواطنين ومن المسؤولين للحفاظ على هذا الزخم والتعاطي مع الإصلاحات الاقتصادية اللي تؤتي في النهاية ثمارها للجميع؟ طبعا هذه اولا هذه بشارة خير ولله الحمد، هو المزيد من الدخل المتاح للمواطن. لا شك بإذن الله أنها ستؤثر على القطاع العقاري وستساعد المواطن بإذن الله على السكن، وتساعد إن شاء الله على تحقيق يعني ما يريد متطلباته الأساسية اليومية له ولعائلته. طبعا أعتقد أنه هذه الخطوة الإيجابية ستعزز الثقة بإذن الله، ونتمنى أن نرى المزيد من الحراك على الأقل في القطاعات اللي أشرت لها قبل شوي، اللي هو القطاع العقاري والقطاع السياحي بالذات اللي هو توطين السياحة في المملكة. نعم، شكرا لك الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد.